السلام عليكم. قبل بداية الفيديو ادعمني بلايك واشتراك. الحين عندنا مشكلة في الكفر، نغير له بلف ونبي نقطع سلك كان حق شكمان تعديل لهذا السلك. شوفوا تابع السلك، نبي نقطعه، نسوي لنا زحمة على الفاضي، خلونا نسحب شوي. من وين جاي؟ نبي نشوف من وين جاي ذا. خلونا نشوف من وين، لكن نقطع عشان مسوي لنا. يا اخي من وين الرافع ذا يستهبل؟ راين عند ليسك يا شيخ، شوف وش رفع، خرب لنا. رد ترفع من الشاص يا تعبان، لا حول ولا قوة الا بالله. بهاوش الحين الغبي ذا كثر لنا ابو الدنيا. شوف شوف ايش سويت انت، ايش سويت والله عذره اقبح من ذنبه. يقول لي عندها الرافعة ما ترفع السيارة، من الرافعة عندها الرافعة ما توصل للشاصي، فرفع من المقص خرب لي اياه. اعطاني بلف بعشرة ريال، قلت له والله زين اني اعطيك عشرة، المفروض ما اعطيك ولا ريال. قلت له كان قلت لي من البداية انه بيصير كذا، كان قلت لي من البداية انه ما تقدر ترفع السيارة من الشاصي ولا تخرب لي المقص. للأسف والله جيت اغسل السيارة واصور لكم زعلان. يا اخي ايش اسوي؟ قالوا خلاص الساعة كم الحين؟ الساعة 12 ونص بالليل. فقالوا لي مقفلين. بس القزاز 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 ركب لي موية. ايوه كفو كفو كفو. بس الله يعطيك العافية، بيض الله وجهك. كفو والله كفو. رش لنا بس القزاز عشانه الله يكرمكم مليان وسخ، والموية في المساحات خربانة بعد. والحين نعبيه 91 فل عشان نمشي للرياض بكرة إن شاء الله. إجازة اليوم الوطني دقة واحدة، إجازة اليوم الوطني من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت. دقبوم دقبوم إيه إيه. ما شاء الله ما شاء الله، ماركيز ميركوري جراند ماركيز موديل 2000، اللون كحلي داخل المحطة، يطلع لونه كحلي عشان الإنارة، ولا بالظلام تشوف كأنه لونه أسود. ما شاء الله والله موتر يا شباب، لكن لو ألقى حساسات الهواء، حساس منظم الهواء، حساس فلتر الهواء عشان أرتاح من صرفية البنزين. عبيناه فل وتصبحون على خير. الحين نروح ننام عشان بكرة نداوم. خلاص عبيناك فل يا ولد اسكت. خلصنا دوام، اشتغلنا على شيء واليوم، بس ممنوع التصوير داخل كلية طبعا، لكن جهزنا كل الامور. والله خاف عمار يعصب. شوف 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 شنطه شنطتين والمخده والحاف، الثوب بخليه والشماغ بخليهم لان بطلع اجازه، ما بطلع عشان مناسبه ولا شيء. فيلا يلا نستعجل شوي عشان نوصل ونمشي للدمام على طول. والان مسكنا الدرب، درب السلامه ان شاء الله. طبعا السرعة 160 161 160. طبعا اول كان الدفرنس قبل لا غيره كان في مشكلة، كنت اذا مشيت 160 كانت السرعة اساسا 120، لكن الحين السرعة من جد 160. فننزل السرعة، اطفي المثبت، اقدر اخفف السرعة بالازرار، لكن يعني اسرع لي اطفي المثبت وخله يوصل لين 140، ثبت السرعة مرة ثانية. لا ما شغل، دقيقة. اوكي ايش السالفه؟ ما اشتغل المثبت. اوكي لازم اضغط رن عشان اشغل المثبت، اضغط رن بعدين احط الزر اللي في النص اللي اسمه ستي، ما اعرف انجليزي يا شباب، لكن انتم اقروا الكلمه اللي بالنص، هذا اللي تشغل مثبت السرعه. اوكي اشتغل المثبت، لكن مثبت السرعه على 140، السرعه القانونيه 140 في الشارع. لا 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 لين 142. اوكي لان مره مشيت لين 143 وفلشني ساهر، لكن ما جت مخالفه، لكن انذار يعني او تحذير، فتحذير ورا تحذير ممكن تجيك مخالفه. باقي نص ساعه ووصل عند اخوي عمار بالرياض. شوف هذا الفورد اسكورت، لا احد يقول بسكوت، فورد اسكورت ما شاء الله.
الله هذا المركز. اخيرا وصلنا بعد الدعس، خلص نص البنزين من جد، مسافة ساعتين خلص البنزين، عبيت فل وفي ساعتين خلص نص البنزين. ما ينفع اروح على الدمام، هذا الكامري ما شاء الله تحت وامري موديل 2022 وغير اللوحة اخوي عمار ما شاء الله، اخذ لوحة 2022 بطة، يعني الاسم تعبان بس يعني الحروف تعبانة بس الارقام ما شاء الله، الله يبارك له. يلا 2022 والسيارة موديل 2022، الله يبارك له. وترى اللوحة للبيع، اتوقع يبي فيها 6000 او 7000، والله ما ادري كم يبي فيها. طبعا يا شباب تركنا المركز والحين ماشيين مع اخوي عمار في الطريق الرياض الدمام. عمار قلت كم على جاهزهم اللوحة؟ طبعا الحروف بطة بطة الا بطة بطة تنكتب بنت المربوط على المكتاد رأس. المهم كم جاهزهم؟ 2022 جاهزهم من 2-5000. 2 سموها ب5000. يا شباب الرجال جاته سومه 5000 مرتين ولا بعد قريب بيفرق السومه والله يبارك، يعني لو 5000 ريال بيبيع طبعا من غير الناقل من غير التكاليف، يعني النقل والنقل اللوح على السيارتين على المشتري. حلو، يعني يا شباب اللي بيفرق السوم وكل الامور اللي هوش قلت الناقل، يعني نقل اللوح اللي هو 800 ريال حق المشتري اللي هو اللي يدفع، يعني بيصير عليك مثلا خلينا نقول انت كم، يعني تبي 5500 خلاص، خلا 5600 اخذ 5500 واعطني 100 اوكي. المهم يا شباب فرق السوم ومثل ما قال النقل وكل شيء، والتأمين ما له دخل، النقل يعني عليك. فاللي يبي اللوحه وخلونا الحين ان شاء الله نوصل الدمام ونصور لكم السطحه والموستنج وكل شيء، خلونا من تيوتا مو حقين تيوتا. الحمد لله وصلنا الدمام، لكن اقسم بالله يا شباب تكدر خاطري باللي صار بسياره ابوي التيوتا رفور. طلعت بالسيارة وانتبهت لشيء أبوي ما انتبه له، السيارة محكوكة بيد واحد نذل، شف 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 حاك السيارة بمفتاح، الله لا يوفقه، شف محكوك بمفتاح كامل، شف 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 محكوك بمفتاح، الله لا يوفق اللي سوى ذا الشيء، شوف حتى من تحت، يعني ايش اللي بيفيه، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، يعني استغفر الله يا أخي، في ناس يحبون الضر للناس، قسم بالله يعني إيش الفائدة يوم تسوي ذا الشيء؟ سيارة يعني 2020 قيمتها فوق 100,000 تجي تحكها بمفتاح، إيش ذي النذالة؟ إيش ذي الحقارة يعني من جد؟ معليش يا شباب بس والله مقهور، أقسم بالله إن انقلبت النفسية، يعني جيت الدمام ورطوبة وفوقها أشوف ذا الشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ما شاء الله هذا الفورد إسكورت اشتقت لها والله، أهم شيء إن أخوي يهتم فيها، لأنها كان فيها ضربة في الشنطة وصلحوها، وكان فيها ضربة في السمكة وصلحوها، وإحنا شغالين بس نصلح في المواتر، ما يكفي المواتر اللي عندنا عشان بعد نصلح مواتر أهلنا. بس قسم بالله حكة التيوتا الفور للحين مقهور عليها، لكن إيش نسوي. طبعا يا شباب ما صورت السيارات الا الحين، هذا المركيز الاحمر حق اخوي، يبغى لي افك الطربال واستخدمه، جيت الدمام وما عندي سياره، يعني لا جبت الفيجو ولا المركيز، فيبغى لي استخدم المركيز الاحمر. وهذا الموستنج هذا عجزت اسويه الصراحه، عجزت خلاص، يعني جالس ادرس مو قادر، والسطح نفس الفكره جالس ادرس ولا قادر اخلصها، والطابوق اللي حاطه على الكبوت عشان قفل الكبوت خربان وما ادري ايش فيه ما يبي يسكر، فحطيت الطابوق. وانا الصراحه يعني الموستنج واقف من 2017 فخله يوقف لين اخلص دراسه، والسطحه واقفه تقريبا من 6 شهور خله واقف لين اخلص دراسه، ايش نسوي، اهم شيء الدراسه، لاحقين على المشاريع ذي السطح والموستنج لاحقين عليها ان شاء الله. الطابوق ذا ايش اللي خلاه يتحرك، اخاف يكسر القزاز، خاف يكسر القزاز والله، اخاف انه يكسر القزاز، خلو نرجع شوي الشنطة يكفي البانوراما يوم انكسر، اوكي
بنوراما جاء واحد كسر الله لا يوفقه تذكرون. ما ابغى افك الطربال وازيد المواجع، خلونا باللي احنا فيه، يكفي الرفور الحين مقهورين عليه، والتندح البنوراما حق الموستق مقهورين عليه، يعني حياتنا كلها قهر بقهر، استغفر الله يا اخي. لكن الحمد لله على كل حال، اخي الموستنج نزل صنعوا الموستنج 2024 وصار 500 حصان، وانا للحين ما تهنيت بذا الموتور. ولا يوفق اللي سرق الماكينه يا شيخ، لكن جاه اللي يستاهله يعني، اللهم لا شماته. صار له حادث وتكسرت يدينا الثنتين وجاء شلخ بالحوض، هذا نهايه اللي ياكل حلال الناس. يلا الحمد لله على كل حال، دام الواحد بصحه وسلامه يقول الحمد لله. المواتر لاحقين عليها ان شاء الله. طبعا المشكله مو مشكله فلوس يا شباب، المشكله مشكله وظيفه، لو اني موظف كان خلصتهم كلهم، لكن نصبر لين نخلص دراسه ان شاء الله. عشان تعرفون بس ان وقفه السطحه بتكون جدا طويله، الكفر بالرصيف، الكفر بالرصيف، حتى لون الكفر صار من لون الرصيف، لأنه مو متعود أسوق سطحة، بس قلت أوقفها زين أحسن يعني. هذا هنا بعد الكفر بالرصيف، حرفياً ذي وقفت لين أخلص دراسة، لين خلاص أخذ الشهادة وأخلص دراسة وأتوظف، خلى واقف لين أخلص. عاد إيش نسوي؟ نحاول بس نمسح البدي عشان لا يحطوا عليه استيكر البلدية، إذا حطوا استيكر البلدية ما في إلا نغسله ونغير مكانه. يلا إن شاء الله الوعد بعد الدراسة نسويكم كلكم إن شاء الله. طبعا ذا مالي دخل فيه، حق أخوي.